هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات واللي كان فيها تفاصيل كتيرة جدا. مدينة سانت كاترين هتستقبل 307 سائح لزيارة معالمها المقدسة والتاريخية. تم إغلاق الكورنيش والطرق المؤدية للشواطئ المفتوحة في محافظة مطروح، ده طبعا بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسبب حركة المد والجزر. كمان في الشرقية، أوقاف الشرقية استلمت 2 طن لحوم صكوك أضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وفي 204 مولدات لتأمين محطات مياه الشرب بسوهاج خلال فترة تخفيف الأحمال، وأخبار تانية هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت أخبار كتير، أبرزها أن مدينة سانت كاترين استقبلت عدد من السائحين والزائرين من مختلف دول العالم لزيارة معالمها الدينية والتاريخية والأثرية وتسلق جبل موسى وزيارة دير سانت كاترين. واستقبلت المدينة 307 سائح من عدة دول، هي أسبانيا وإنجلترا وألمانيا ورومانيا واليونان والهند وسنغافورة وباكستان وروسيا وبلغاريا وكندا، وده لتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر. مدينة مرسى مطروح قامت باتخاذ إجراءات صارمة وغلق الطرق والكورنيش المؤدي للشواطئ المفتوحة لمنع رواد مطروح من نزول البحر بشواطئ الأبيض وأم الرخم وعجيبة أمس الجمعة، وده لوجود حالة من عدم الاستقرار وارتفاع أمواج البحر أكثر من 2 متر ووجود تيارات وسحب حفاظاً على أرواح الزوار من الغرق. محافظة الشرقية شهدت استلام الدفعة الأولى من مشروع صكوك الأضاحي العام 2024 والمقدمة من وزارة الأوقاف، وإجمالي 2 طن الحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أكدت أن لديها 36 مولد ديزل ثابت وعدد 168 مولد متحرك بإجمالي 204 مولد ديزل لتوليد الكهرباء بيتم استخدامها بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تشغيل تلك المحطات أوقات تخفيف أحمال الكهرباء بجميع مراكز المحافظة. انطلقت فعاليات قافلة دعوية مشتركة من علماء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية بمناطق الشيخ زويد والجورة ورفح بشمال سيناء، وبتضم 3 من علماء الأزهر الشريف و8 من علماء وزارة الأوقاف و2 من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية ليتحدثوا جميعاً بصوت واحد حول موضوع قوة الأوطان. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل بداية من اليوم السبت وعلى مدار الأسبوع 144 رحلة طيران دولية سياحية أغلبها من المطارات الأوروبية المختلفة، وبيتم تطبيق إجراءات الوصول الصحية والأمنية على الركاب فور وصولهم أرض المهبط. مديرية الصحة في الوادي الجديد أعلنت تنفيذ 8 قوافل علاجية على مدار شهر استهدفت عدة قرى في نطاق المحافظة، تم فيها توقيع الكشف الطبي على 2659 مواطن وإجراء 432 تحليل طبي و12 حالة أشعة عادية و48 حالة أشعة سونار، وتم تحويل 32 مريض لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة.